لا، ليس هذا قصور فيها، لكنها هكذا المرأة ناقصة عقل ولا لا؟ ناقصة ولا لا؟ ناقصة عقل. وليس هذا يضر بالصالحات، لأن في التكوين هكذا. ومما يدل على ذلك أن شهادة الرجل بكم؟ كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عندها نقص في العقل، وإيش رأيكم لو أن المرور اطلع على أن رجلا ما عنده إلا نصف عقل، يعطيه رخصة ولا ما يعطيه؟ يعطيه ولا ما يعطيه؟ طيب كيف تعطى المرأة وما عندها إلا نصف؟ ليش المرور؟ طيب وإذا خرجت إلى السوق بينقص زيادة نصف، كم يبقى؟ كم؟ ربع. طيب كيف يعطي المرور ربع؟ إذن نطالب المرور بأن يتحرى، لأنها ما تليق بها السياقة وهي لا تملك إلا ربعا. اثنين، هل المرأة، طبعا ما هي المفاسد، لا أزال في الأولى، لا أزال في الفتنة الأولى، نعم، المرأة ناقصة إيش؟ ناقصة دين، وليس هذا بيدها ولا باختيارها، كتب الله عليها ذلك. أنت كم تصلي في الشهر يا جماعة؟ كم صلاة؟ 150 صلاة. والمرأة 115 صلاة، ليس بيدها، لكنها نقصت عندها كم؟ 35. من نقص عندها 35 ألا يكون عندها نقص في التصرف؟ ألا تكون داعية للفتنة أشد؟ Thank you.